إذن غنمشيو مستمعينا الكرام الأولى فقرتنا دائما مع ضيفتي وضيفتكم أسماء زريول دكتورة باحثة في مجال التغذية اللي غتكلمنا اليوم على حول استهلاك البيض والتمر بشكل يومي. غنشوفوا واش هو مفيد أم مضر. سؤال غتجاوبنا عليه أسماء زريول. صباح الخير أسماء. صباح النور. أهلا وسهلا. اهلا بك واهلا بالجميع. اليوم غنتكلموا على واحد المكون اللي عزيز عليك اسماء وعزيز على بزاف ديال المغاربه. اكيد طبعا هما جوج مكونات عزيزين عليا. التمر والبيض. نعم التمر والبيض. البيض اكيد كنتناولوه بشكل تقريبا يومي خلال رمضان. هو والتمر كاينين بعض الاراء, ما نقولش اي دراسات, ولكن كاينين بعض الاراء اللي كيقولوا بان استهلاك البيض بشكل يومي هو والتمر ممكن يكون عنده واحد تأثير سلبي على الصحة ديالنا, فواش هاد المعلومة صحيحة أو لا؟ شوفي, هو بالنسبة للاستهلاك اليومي ديال التمر وديال البيض غادي يكون سلبي, ممكن يكون سلبي ممكن يكون إيجابي. ممكن نعم. يكون إيجابي عند الأشخاص اللي هما كيصوموا بطريقة جيدة. نعم. واللي عندهم اللي هما اصلا يعني بصحه جيده, ما عندهمش بصحه جيده بمعنى ان الوزن ديالهم هادي, ما عندهمش مرض سكري, ما عندهمش ارتفاع يعني الدهون. هاد الناس هادو يعني ممكن ياكلوه حتى يوميا في اطار نظام غذائي صحي في شهر رمضان بدون اي مشكل. نعم. اذا الناس اللي ما كيعانيو حتى شي مرض, حالتهم الصحيه مستقره, ما عندهم حتى شي اشكال. نعم اكيد. وحتى بالنسبه للاطفال للاطفال يعني عموما فهما يعني ممكن يستهلكوه بكل اريحيه وبشكل يومي. نعم لان الاطفال تيكونوا في طور النمو. نعم طبيعه الحال التمر معروفه الكميه ديال الاستهلاك ديالو, يعني حتى الا تناولناه بشكل يومي معروف يعني اما ثلاثه اما يعني بشكل فردي. نعم نعم هذا كيف ما جاء في السنة وكيف ما يعني بالنسبة للتمر أكيد أن دائما باش نقوله بشكل إيجابي ولا سلبي أيضا كما قلنا على حسب الأشخاص وعلى حسب حتى الكميات اللي غادي نتناولوها. فالتمر حتى لو كان مثلا هو صحي وفي كل المنافع, فإليك الإنسان غادي ياخد خلال اليوم ديال رمضان ياخد العصائر والحلويات وغيرها, فأكيد إضافة التمر غادي تكون عبء على الجسم أيضا. لأن في حين أن لا تخلينا على هادشي كله وبقى لينا غير التمر ممكن يكون بكل أريحية. نعم غيكون الاستهلاك ديالو مفيد وجديد أكثر من الحالة الأخرى. بالنسبة لنفس الشيء بالنسبة يعني للبيض, لكن خلال اليوم كنتناولوا خضر وفواكه يعني بطريقة اللي هي يومية فاحنا وبصحة جيدة, فيمكن لنا نتناولوا حتى جوج البيضات في اليوم بدون أي مشكل خلال شهر رمضان. نعم لأن الكمية مهمة جدا, حيت كاين اللي كياكل بيضة جوج وعاود في التمر, كاين اللي كياكلوا في الفطور, كاين اللي كيعاود ياكلوا في السحور. لذلك تحديد الكمية راه كتبقى مهمة جدا. أكيد تحديد الكمية وفي هذاك النهار شنو غياكل, يعني في هذاك النهار شنو هما اللي غيرافق تناول هذا الشيء هذا. نعم كنت شرت في بداية البرنامج أنا غنتكلموا كذلك على الناس اللي عندهم الكوليسترول أسماء بالنسبة لاستهلاك البيض, يعني نعم. إذا كان ممكن نتكلموا فقط بشكل توضيحي على هذه النقطة. أكيد أكيد طبعا هو بالنسبة للكوليسترول هذه هي الفكرة الأولى اللي خلت يعني أن البيض يستحقوا من تناوله وردوا منه البال. والحقيقة أن الكوليسترول يعني في الأبحاث الأخيرة لقوا أن الأسباب ديالو يعني الأسباب اللي كتجعل الإنسان يصاب بالكوليسترول هي مشاكل, هي مجموعة عوامل خطر كتجمع عند الإنسان ومن بينها التغذية يعني الغير صحية وغير سليمة, ولكن ماشي اللي كتضمن يعني واللي كتضمن دهون يعني متحولة سكريات وغيره. نعم أما بالنسبة للبيض
تاكل يعني ماشي هو المسبب، ولكن حتى ملي كيتصاب الانسان بالارتفاع الكوليسترول عادي يمكن لينا يمكن احتياطا وصافي نحددوا ليه الكميات، يعني ماشي ما غياكلوش ولكن كنحددوا الكميات في اطار نظام غذائي خاص بارتفاع الكوليسترول. ضروري ما نديرو مقارنه بين البيض العادي والبيض البلدي اسماء. يعني كاينين الناس اللي تيقول لك انا الا كريت البيض البلدي يعني ما كايناش شي خطوره، ما كاينش شي يعني ولو انه يكون عنده مرض مزمن. فانا نوضح أكيد هذه النقطه. نعم. دابا بالنسبة للبيض الرومي والبلدي، حنا كنا سبقنا وضحنا أن حنا ديما تنقلبوا على البيض اللي عارفينه منين جاي، هذه راه مسألة مهمة مهمه. جدا. نعم، لأن مثلا البيض اللي كيتباع مثلا في الأسواق اللي كنسميوه البيض الرومي راه غالبا يعني كنعرفوا هذا البيض يعني فين تربى، يعني شنو كلا، يعني عندنا معلومات عليه نعم سواء جيد ولا ماشي جيد. ولكن بالنسبة للبيض البلدي كتبقى علامة استفهام، يعني إلا إذا كان معبأ. نعم والان راه في القيم دينا كنلقاو يعني البيض البلدي معبأ، كيقدر يكون عندنا فيه تاريخ صلاحيه حتى، اما غير اللي كيتباع بشكل هكا اون فاك نعم في بعض بشكل الاماكن. عشوائي. نعم، ما كتعرفش يعني منين جا وفين كان. اما البيض الرومي راه معروف انه كيجي من الدجاج اللي مربي كله يعني بدون استثناء، الاخر ما كتعرفوش شنو لي كونديسيون اللي كان فيها. صحيح. يمكن المساله الايجابيه اللي ممكن تكون هي انه دابا هذه مشكوك فيها، واش داك الدجاج مربوط ولا مطلوق، يعني يقدر يكون بلدي ولكن رابطينه حتى هو في مساحات ضيقه، يعني ما عندناش حنا داكشي اللي تنقلبوا عليه في البيض البلدي، ما عندناش لي غارونتي ديالو، ما عندناش الضمانات ديالو، فما صحيح. غاديش هو يمكن ينعرفوا. حتى البيض البلدي أسماء يعني كنثرت عليه علامات كثيرة، يعني علامات استفهام كثيرة، لأن مع كامل الأسف كاين اللي كيغش في البيض البلدي، كاين اللي كي المهم كاينين طرق اللي كيعطيو لون أبيض للبيض، فعلا ما فعلا غنقولش شنو هو ولكن راه فعلا معروف. يعني كيكون واحد الشكوك حول البيض البلدي، يعني يا ريت لو إنسان يمشي للمارشي ويلقى فعلا البيض البلدي، وعلما بين قوسين أن الثمن ديالو راه تيكون زايد. فعلا هذا هو الإشكال. أحيانا كنخلطوا أثمنة مبالغ فيها جدا للمواد لا معدات ضمانات يعني باش في تاخذ البيضة حاجة، بجوج دراهم ونص، أو لا في بعض الأحيان حتى لثلاثة دراهم، وما كتكونش يعني بيضة بلدية يعني. وتكون خاسرة بعدها، تكون خاسرة. هذه أول حاجة. نعم. مازال البيض الرومي، البيض الرومي صعيب تلقاه خاسر. علاش؟ لأن كل نهار كاين الإنتاج، كاين سوق ديال البيضة كل نهار كاين الإنتاج، كل نهار كاين الاستهلاك، فصعيب جدا تلقاه خاسر. نعم. ف قبل ما نختموا معاك الفقره اسماء، ضروري كذلك ما نعرفوا طريقه البيض، كيفاش نعرفوه من بيض خاسر وبيض، يعني قبل ما نحلوها كيفاش نعرفوا طريقه الاستهلاك ديال البيض بالشكل الصحيح، يعني واش كنديروها في الماء؟ نعم يعني كنديروها نعم في الماء كاين تقول كذا عندنا طلعتي. جوج طرق. نعم، عندنا الطرق اللي كنقربوها من جهة الودن وكنشوفوها واش كتمشي وكتجي وسط البيضة، أيه هذه الطريقة وكاينة التقليدية. التقليدية حيت دابا الطريقة ديال الماء خصنا نكونوا غادي نطيبوه ديك الساعة، يعني لأن أون فوا كيدار في الماء خصو يتهرس ويطيب، يعني إذا ديك الطريقة ديال الماء تخزي في كاس عندها يعني مصداقية، ولكن خصنا نكونوا متأكدين أنها يعني اننا غنطيبوه من مباشره، يعني ماشي غنغسلوه لان البيض ما تيتغسلش. بالنسبه للبيض البلدي يمكن هاد الطرق هادو ضروري نديروها للبيض البلدي اللي ما كناش عارفين المصدر ديالو. والبيض وحنا ماذا بينا لو اننا كنا كنلقاو بيض بلدي معروف مصادر منين جاي المصدر ديالو، كيفاش تربى، يعني ماشي غير بطريقه ولا ماشي، يعني يكون هي عارفين مينيموم دافورماسيون منين جا. صحيح. شكرا جزيلا لك أسماء، صراحة يعني كانت نقاط كثيرة استفدنا منها حول البيض والتمر وحول استهلاك البيض والتمر بشكل يومي خلال رمضان. شكرا جزيلا لك، نتلقاو بك غدا بحول الله.